السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ترأست فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية رفقة عدد من وزراء الحكومة اليوم الثلاثاء بالرباط حفل إطلاق برنامج فرصة لتشجيع العمل المقاولاتي. وقالت فاطمة الزهراء عمور بالمناسبة مخاطبة عددا من المؤثرين الذين حضروا الحفل: نعول عليكم ونريدكم أن توصلوا كلمتنا لكل الشباب المغربي في المدينة والبادية. وأضافت عمور: اليوم كل الشباب عندهم هواتف ذكية، نريدكم أن تكونوا سفراء لبرنامجنا من أجل إنجاحه. وتابعت: شبابنا يجب أن يثق في قدراته وأمامنا فرصة للإقلاع. وكان شكيب بن موسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي قد أثار الجدل في وقت سابق باستدعائه لمجموعة من المؤثرين من أجل الحديث عن إصلاح منظومة التعليم. ويرى مراقبون أن تبني الحكومة لهذا النهج أصبح ينقص من قيمة عدد من مؤسسات الوساطة في سياق يتميز بغياب تام للتوصل السياسي للحكومة مع المغاربة.